اذا مشاهدينا الكرام، انا شفت في مرحبا بكم في هذا البث المباشر بضبط مدينه الدار البيضاء. صراحه غادي ندخل لواحد المنطقه اللي هي منطقه ديال درب عمر. درب عمر ما كاينش اللي ما كيعرفوش، اولا ساحه النصر، يعني كيف ما كتلاحظوا معنا الاناره ما كايناش بتاتا. شوفوا معنا هذه المنطقه هذه فين دخلت. إنارة ما كايناش. كايناش الإنارة والو. يعني على طول هاد المكان هذا الإنارة ما كايناش. شوف كيفاش داير الوضع هنا. غادي ندخل زنقة أخرى من الأزقة التابعة لمنطقة درب عمر، وغادي تشوفوا كيفاش داير الوضع، واش غادي تبان لكم شي حاجة أو لا، واش تقدر تدوز من تما وأنت على رجليك. هنا مثال شارع الياقوت فيه شويه الضوء، ولكن شوفوا انا غادي ندخل لواحد الزنقه تابعه للمنطقه ديال درب عمر، والله القسم الى مملكه ديال سويسرا في الظلام. غتشوفوها معانا هي هادي. شوفوا معنا هاد الزنقه هادي اللي مبلاصين فيها السيارات، شوفوا الظلام كيفاش داير. كاين هنا محلات تجاريه، كاينين سيارات، الاعمده الكهربائيه ما خداماش كيف تشوفوا معنا. هنا ما تقدرش تدوز على رجلك من هاد البلاصه هادي. انتم شوفوا معايا الزنقه مازال راه طلع النهار شويه. هنا ساحة النصر يعني الوضع مخيف بزاف، ما كيبان والو بتاتا، فلا حول ولا قوة الا بالله. كنتمنوا انهم يتم الاصلاح ديال هذا الشيء في اقرب وقت يا ربي، باش ما نطراش شي كارثة هنايا. درنا مشاهدينا الكرام، غادي نودعكم على منطقة وكم فات مباشرة ان شاء الله.